المنتخب النيجيري النسور الخضراء، أغرب منتخب في تاريخ أفريقيا، بدأ مشاركته في كأس الأمم الأفريقية من نسخة 1963 في غانا، وفي 19 مشاركة قدم لنا أجيال تاريخية بس نتائجهم دايماً غريبة، وطلع لنا ثالث أفضل هداف في تاريخ البطولة الراحل رشيد ياكيني ب 13 هدف. وكفاية نيجيريا أكتر منتخب حقق ميداليات في تاريخ البطولة برصيد 15 ميدالية، وصل إن هي 7 مرات كسب 3 وخسر 4، 3 منهم من الكاميرون عودته في الفاينل، وطبعاً 8 مرات مركز ثالث وملك البرونزية الأفريقية. فهل في كان 2024 شايف فرصة ليه؟